في الحلقة. دابا نمشيو لضيفنا وضيفكم الحلقة اليوم الدكتور يوسف محيي، أخصائي في الطب النفسي. مرحبا. شكرا. كيف عم لاباس عليك؟ الحمد لله. يعني دائما كنبغي نعرف المستمعين بالكواليس، فحنا كنا كنعملوا واحد يعني كثير من الناس عندهم واحد الكلمات اللي كيقولوهم، فانا اكتشفت انني كنقول اذن كيقول واش فهمتي. فانا مع الدكتور محيي اليوم غنحاول نحيدوا هاد الكلمه هذه، ما نقولهاش ما نسميهاش انا اليوم. ايوا كاين، راه قلتيها. لا قلتها، ولكن انا مولفه كنقولها في بدايه في الدخلات ديالي. يعني راه تقدم. اذن يعني كثير من المستمعين، جميل جميل الاول، كثير من المستمعين غيلاحظوا معنا هذا الشيء وغيقولوا فعلا احنا كنقولوا شي كلمات اللي لاصقه بينا، غير انا كنغير. قلت لك قبيله كل برنامج عنده الكلمه اللاصقه به. شاد الاسره عندها اذن. نمشيو نتكلموا على الموضوع ديالنا الحلقه اليوم اللي هو الناس المترددين او المترددون، الناس اللي يكون عندهم كثير من الافكار في الداخل، كتخرج الفكر ديالهم، مشاعر، ولكن ما كيقدروش يعبروا عليها، او ربما كيترددوا في التعبير عليها. كيبقاو يقولوا انا مثلا اليوم قررت اني غنخرج غندير شي كيقول ولا خرجت ولا سبت الشتا، ولا خرجت وطرات لي شي حاجه في الطريق، ولا مشيت لهاد البلاصه وما لقيت. دائما كنبداو نعطيو واحد الكلمات اللي كتخلينا نرجعوا واحد البالور. هي كما قلتي فيها شقين. هي كانت خارج الذهن ديالنا، ولكن احنا ما كنعرفوش الانسان اللي كنتعاملوا معاه اشنو كيفكر، كنشوفوا اش كيدير يعني في السلوكيات ديالو. مثلا ناخذ المثال الشائع، كتمشي للاداره الله يخليك بغيت هاد الورقه، هاد الورقه وارجع غدا. الور يمكن ليه صايبها لك اليوم، علاش ارجع؟ دونك هذه نحيدوا هاد الاطار. بغا يشوفك جوج المرات. يمكن كاين مثلا في الدار كتقول مثلا للدري ولدك ها انت صايب هذه، واخا ما عنده ما يدير، جالس واخا بلاتي من بعد من بعد من بعد من بعد من بعد من بعد، ديما يرجئون عمل اليوم الى غادي. وهذه كتخلق الناس كاع بعض الدول بحال الولايات المتحده اللي قال كتخلق واحد النقص في الانتاجيه. عندنا واحد الاشكال ديال الانتاجيه ديال هاد الناس اللي ديما كيردوا اللي خصو يديرهم الغدا. الاسباب متعدده، بون، لان كاين بعض الناس اللي كيقول لك مثلا علاش هاد الناس كيديروا هكا. كاين اللي كيكون مثلا كيتفرج ولا لاعب في شاشه التليفون ديالك، كتقول لي انت ونوض سير جيب الخبز مثلا، راه غادي نتغدى، واخا واخا بلاتي نكمل هذه ونكمل، عندي واحد الماتش، عندي واحد الماتش كنلعب هكا. كاين اللي مثلا عنده داك الحاجه اللي كتقول ليه كتكون غير بالنسبه ليه غير مهمه، غير مهمه، دونك دابا نصيبها. هو هذيك اللي كتقول ليه دير انت غير مهمه، باسكو تيقول لك هذيك ما غنضيعش فيها الوقت، دونك غندير فيها دقيقه ولا جوج. وبارفوا كنسميهم كيخطا، لان ملي كيبغي يديرها كيلقاها ماشي ديال دقيقه وجوج. دونك اشنو دار؟ وقع ليه، وقع ليه سكون ابي اون ايرور بلانيفيكاسيون، يعني داك التصور اللي دار على الحاجه ماشي كان خاطئ. وبعض الخطرات كيقول لك وات انت راه داك الشيء تصايب الراس، واش انا غادي نبقى واقف لك على هذه؟ وعاوتاني كاين اللي هو هكا، كاين بعض الناس طبيعه هكاك دايرين، دائما يرجئون عمل اليوم الى غادي. وكاين عاوتاني مثلا نعطيك مثال بسيط، جيتي انت ايام الخدمه جلستي هكا وقلتي نشوف التلفازه، بانوا لك جوج افلام، واحد الفيلم خصو واحد التركيز، دوك افلام ديال سكون ابي لي فيلم دوتور، شي فيلم ديال التركيز ديال هيتشكوك ولا شي حاجه، هذا خصو التركيز وعنده واحد الحبكه دراميه. وكاين قناه اخرى فيها فيلم ديال الضحك. نعم. اكثريه الناس اش كيختاروا؟ الضحك. لحد ما كيقول يعني وانت قلت لا بغيت نتفرج شي فيلم، شو كتقول انا فيا ما يصدع راسي مع هذا، راه نضحكوا شويه، حتى لان بحال العقل كيقلب على السهوله. وكاين بعض الخطرات وهذا اللي شائع، هو ان الانسان تيكون فاقد الثقه في نفسه. ملي كتقول لي دير هذه نديرها، واخا دابا نشوف واخا من بعد. وكاين اللي تيقول لك انا واخا دابا نشوف، لانه عارف بانك انت ما غتسناش غتنوض ديرها، وهذا هو اللي كيوقع في الاسر. نوض بنتي صايبي فراشك، واخا واخا واخا، انت كتنوض ما هي اللي تصايبوا لها البوست. هذا هو اللي بلا صح التعبير كيدسر كثير من الناس، لان كنلقاو دائما شكون اللي نعتمدوا عليه. فوالا، لا كتلقى واحد كنقولوا حنا مفهوم مغربي حار، يعني ما كيصبرش كينوض يديرها، ونوض ونوض ونوض، يقول لك واش خفني هذا نوض نديرها لراسي. دونك هذا كيعول، لان حتى الاخر كاين واحد لو جو كما تنقولوا كيعول عليها. هي هنا كاين بعض الحالات اللي هاد التردد داخل في واحد الحالات نفسانيه، يعني ماشي عابره، اللي كاين ناس اللي كيخلق لهم اشكال كبير. الا جينا ناخذوا مثلا
واحد لا ريجيون في الدماغ هذا الجهه الاماميه الكورتكس بريفرونتال. دونك ملي كتكون مثلا قال لك واحد السيد ها انت غادي تمشي، ناخذ واحد المثال بسيط يلاه جاني في بالي دابا، دابا لا فينيات كتخلص الناس كيجيو حتى الاخر ويقصد صفي اربعه السوايع الوغ يمكن ليه خلص. هيك هو مخلص وخلص ما عادش غيقصوا ليهم الماء تليفون الضوء لا ميم شوز الضريبه الضريبه كيتسنى حتى الاخر وكتلقى الصحه وكل الوغ هو فيه في تابع علاش واخا بلاتي واخا دابا نشوف. دونك ملي كتجي تشوف هذا الحجم علاش دايره هكا كتقول كاين شي مشكل كاين مشكل كما قلت لك منين كنبغي ندير واحد لاطاش يعني واحد الحاجه بغيت نديرها شنو كنعتمد على التركيز. كاين بعض الناس اللي عندهم واحد المشكل انهم كيبرزطوم لي سينيو اكستيريور سي دادير عنده بغى مثلا دخل من هذا مثلا دخلتي لواحد الاداره وانت عندك الغرض موظف الخاص مثلا بجواز سفر كاين اللي هي كيدخل الاداره كيقول هذا مكتب القيد هذا مكتب المقدمين هذا مكتب الشيوخ هذا ديال الرماد هذا ديال هذه دونك بحال كيتشتت الذهن ديالو لان عنده واحد البلاصه في الدماغ ما كتفلتريش المعلومات لان خصنا نعرفوا بان ملي كنخرجوا للزنقه ولا كنمشيو لشي بلاصه كاين عشرات الالاف ديال المعلومات الحسيه اللي كتدخل للدماغ كدوز على واحد البلاصه سميتها الطلاميس في الدماغ كيدير لها ان فلتر اش باغي يا فلان دونك ملي كتكون عارف اشنو باغي مركز عليه كتمشي ليه كوت كتحيد هذاك الشيء اللي الشوائب اور كاين اللي كيبقى هذوك الشوائب كيبقاو يجيو هكا. مازال غنكملوا معك الدكتور محي يوسف اخصائي في الطب النفسي وغنتكلموا على المترددين اذا ما تردوش مستمعي الكرام في التواصل معنا على 0522 36 10 36. نذكركم كذلك باللي اليوم كذلك غادي يكون معنا فائزه من خلال منتوجات ناتوري سوان اللي كتبتعوا ناتوري سوان على الاس ام اس 55 66 ثمن رساله الواحده 6 دراهم تي تي سي باش تفوزوا معنا في اخر الحلقه بالاضافه لوصفات السعاده اللي كتبعثوا لنا وصفات اللي يكون من المنتوجات ديالها او لا داخل فيها الدقيق على الاس ام اس 55 66 ثمن رساله الواحده 6 دراهم تي تي سي او لا على الفيسبوك اسره سيغ شادا اف ام او الواتساب او المجيب الالي للرقم ديالو 06 19 44 44 37. مازال مكملين معكم شادا الاسره ما تمشيو فين خليكم دابا تسمعوا الفاطمه. مرحبا من جديد بكل المستمعين والمستمعات ومازالين معكم مع ضيف الحلقه ديالنا اليوم الدكتور محي يوسف اخصائي في الطب النفسي وكنتكلموا على الناس اللي كيترددوا او لا المترددين الناس اللي كتخرجوا من كثير من الافكار ولكن ما كيبقاو غير يعاودوا فيها ولكن ما كيقدروش يخرجوها للواقع. قبيله فاش تكلمنا على المساله ديالت كنقول لك مثلا دير لي واحد الحاجه وكتقولي واخا بلاتي ربما هاد السيد او الانسان اللي طلبت منه الطلب كيعتبرها بحال امر كيقول انا لا شي امرني هذا الشخص ربما هذا هو السبب اللي كيخليه تيقول خليها يديرها لراسو انا نقول ليه ما بغيتش او لا بلاتي ولا نتاخر عليه باش يكون في ديك الحميه ويديرها لراسو. لا لا كاينين الناس اللي كيجيو بحال الامر وكاين كاين اللي كيجي اكثر مثلا نعطيك مثال بسيط حنا بلا ما قالها ليه حتى شي واحد حنا ما ناخذوش ما ندخلوش في العلاقات ديال الناس الاخرين هو بغى يدير واحد الحاجه مثلا بغى يشري طوموبيل واش نشريها ولا ما نشريهاش وفين غنستاسيوني واش غندير وشحال الفينيات وشحال هادي هو عنده حنا كنهضروا على انسان عنده امكانيات وتهضر بلاتي نشوف هادي بلاتي نسول على هادي عاوتاني مثلا واحد السيد بغى يدير واحد المبادره مثلا بغى يمشي يدوز شي كونكور ولا يدوز شي حاجه ولا يسافر كيبقى عنده تردد. كاين الناس اللي كيجيهم هاد الترددات لانهم كيخافوا من الفشل عندك ندير هاد الشيء وما يصدقش ليا تيكونوا تيلمون بيرفيكسيونيست يعني حاطين واحد العتبه عاليه بزاف واحد السقف بليتو سقف عالي تيقول انا الا بغيت ندير حاجه خاصها تكون مقاده الا ما كانتش مقاده بلا ما نديرها ودونك كيكون ديما خايف من الفشل ولا كيكونوا فشلوا مرات قبل فكيخافوا من الفشل فكيوليو ترددوا في اي حاجه او لا اي قرار. لا هذا ناتج على الثقافه ديالنا حنا اللي ما كتقبلش الفشل الوغ كو ثقافات اخرين تيقول لك الفشل داخل في النجاح قال لك يقول لك شي واحد راه عنده ليكسبيريونس شنو هو ليكسبيريونس قال لك ليكسبيريونس سي لو نون كون دون نو زيشيك التجربه ما هي الاسماء التي نعطيوها الاخطاء ديالنا. كاين الناس اللي مثلا كيديروا واحد الطريقه اخرى شويه زعما داك الشيء مفنن اللي كيتسمى العقلانه. لا بغيت نعرف معك هذه العقلانه ولكن حر المكالمه ديال اسماعيل من الدار البيضاء. اسماعيل السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. دايرين لاباس بخير؟ لاباس ربي يحفظك تفضل اسماعيل. كنشكركم كنشكر شادايف كنشكر الدكتور
الله يبارك فيك تفضل. الله يجزيك بخير. الله يرحم والديك. بغيت نسول الدكتور، انا دابا عندي واحد الفتق وكل مره كنتردد، كنقول غنمسح عليه كل مره، المهم كنتردد بزاف، كنأجلو كنقول هذا الشهر دابا مقرر في رمضان، ولكن المهم أجلته دابا شحال من خطره. عندك شي سؤال ليها دكتور؟ ايه، لان اللي كيأجل مثلا هذا هو الحاله اللي كنقولوا، هذه كترتبط بالصحه ديالو ياك، ولكن علاش؟ لان ملي كيسول اش كيجي دابا؟ كاين اللي في العظمى تجي بان راه العمليه غتنجح في 95% وتقدر توقع لي مضاعفات في 5%، كاين اللي كتقلب ليه في دماغه تقول لك عندك، انا راه وقع لي سمعت واحد السيد قال دار هذا، يعني هنايا العمليه في حد ذاتها واش هو مأمل بان خصو العمليه؟ واش انه الا دار العمليه غيرتاح؟ دونك اشنو كتجي؟ واش انا تايق في السيد اللي غيفتح ليا؟ واش غادي يكون عندي واحد الاستعداد؟ كاين بعض الخطرات مع الاسف الشديد ان السيد ما عارفش بالضبط اش غيديروا ليه. نعم. لان ما كنتش عارف اش من النوع ديال العمليه غيدار لك، غتخاف لان ما عرفتيش اشنو النوع، واش غيخيطوا، واش غيديروا بلاكا، واش غيديروا هذه، واش غيديروا هذه. دونك التردد مناش ناتج؟ ناتج على ان كاين واحد مثلا سواء لانفورماسيون المعلومه ما شادهاش مزيان، سواء تيقول لك انا هكا مرتاح، يعني واخا معذب ولكن عارف راسي هكا مرتاح. ولكن كاين اللي كيكون عنده اشكال هو انه الا فتحت ما عارفش واش ديك الحاله اللي غنكون فيها من بعد الفتح واش غتعجبني ولا ما تعجبنيش. خصنا نعرفوا مثلا الفتق راه عادي ساهل، ولكن في واحد الخطوره شنو هو؟ ملي كيتلوى لك المصران هذيك ديك الساعه غيفتح، لا هذاك ما كيتناقشوش مع هذيك الساعه، ديك الساعه كيدير المستعجل. دونك المساله اللي باش خايبه شويه هي ان العمليه ملي غدار دابا ماشي هي نفس العمليه اللي غدار من دابا 6 شهور بالفعل. دونك كاين اشكال، يعني بون كنطلق انا من تجربه شخصيه، حضرت العمليه الجراحيه، يعني القرار نهار السبت نهار اثنين تقضى الغرض يعني لانك كتحسبها. كاين اللي كيقول لك لا هو في هذه الوضعيه ودابا نشوف غدا غندير لاباس، هي كيحس واحد التحسن شويه وبلاش انت وما قديت على صداع ولا شي حاجه، كيعاود يرجع لان ما عرفتيش نهار غادي تجي واحد الحاله تكون شويه خايبه، يقول لك واه الشريف جيتي معطل. هادشي اللي كيوقع اكثريا، هادشي اللي كيوقع. هي مثلا كاين بعض الناس حس العوان تيقول لك واه قال لي الطبيب غنفتح ما عرفتوش بصح خصني الفتيح ولا لا، راه طلع طب سول جوج ثلاثة، إلا قالوا لك ثلاثة الناس راه كاملين خاصك الفتيح ولا دير شي واحد شي طبيب كتعرف شي حد كتثيق فيه ولا شي حد من العائلة، إلا قال لك خاصك الفتيح راه خاصك الفتيح. ربما ذاك الخوف ديالنا اللي كيكون من الموت أو لا هو اللي كيخلينا بعض المرات نترددوا في هذه المسائل هذه ديال الفتيح أو لا شي عملية تكون خطيرة، وكنساو باللي راه إلا درتيها في ذيك اللحظة راه على الأقل كيكون عندك كلشي الأمر بيد الله، غير هو على الأقل كتقلل من نسبة الخطر. لا هي اللي كاينة هو أنه كاين بين جوج حالات، كاين الحالة اللي فيها هو اللي كيعرفها دابا، هو راه فيه الألم ولكن كيعرف الحالة وعارفها وقابل هذاك الألم، وما بين الحالة من بعد الفتح اللي ما عارفهاش، هو دابا المشكل هي ذيك الخوف كي غيكون من بعد الألم. دونك ملي كتكون ما بين جوج حالات، وحدة عارفة وحدة ما عارفهاش، كتقول مثلا واحد السيد خدام واحد الصالير شويه ضعيف وتيقول لي ها انت غتدخل في هذا المشروع وغادي يجي تيقول لك اللهم قليل مداوم ولا كثير وما عرفت شنو، دونك ما كيكونش ديك روح المغامره. دونك ملي هذه طبيعه بعض الناس عندهم هذه القضيه، كاين اللي عنده تيقول لك انا ماشي شغل نفتح ولا وقع، وكاين اللي كيقول لك وانا دابا ما ماشي كاع شي الام عندي كثير، وهذا هو اللي كيعقل انه كما تنقولوا كيحللها باش وبدا يقول لك وها انت شتي فلان، كيبدا يجيب لك دوك الامثله راه ما نجحتش ليه عاودوا لي الفتيح وصدقوا هذا وصدقات هذه، الوغ كو سي فري كاين هذه الحالات ولكن ماشي هما الكثار. حنا دائما كنقيسوا على الاشياء السلبيه، كنقاسوا على الحوايج اللي قل منا، ما كنشوفوش الحاجه اللي كثر او اللي ناجحه. اذا ناخذوا امينه من خميسات. امينه السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه من الله، تفضلي امينه. لاباس بدك دكتور؟ لاباس الحمد لله. لا الله يبارك فيك، بغيت نعرفك نهضر مع الدكتور على ديت واحد حاجه، يعني اي حاجه كما قال الدكتور في الاول على حساب دير هذه، كيمشي داك الانسان ما كيبغيش يدير راسه ما ندير مثلا غير طبراك انا كنت ناكلو ولا هذا ولا هذا، كنتسنى شي حد ينوض ديما طبعا انت بغيتي شي حد ينوض، كنقرأني انا نوض واخا ماشي نوبتي واخا ماشي نوبتي حيت عارفين غتنوض. ولفتيهم يا امينه والله الا ولفنا هكا دابا شي حاجه مثلا ليل ولا هذا ولا هذا تيقول لك وجيبي لي شريب عافاك جيبي لي شريبه، كضطري انا كنوض ديما شريب ولا هذا، نوبتك ثاني في السياق ولا في الدار ولا في العجينه صافي ما فيهاش ماشي اليوم نشريو الخبز ماشي مشكل ما تعجليش خبز ديال الدار ولا هذا خليك كتنوضي انك تعجلي لي حنا الواليد تيبغي خبز ديال الدار. هادشي اللي بغيت زعما نهضر عليه، بارك الله فيك وشكرا بزاف. شكرا لك امينه.
في الدار. لا دابا كما تنقولوا هنا هنا راه هذه ديما كتوقع في الدار، كتلقى واحد قال لك هي ماشي الا لقيتي جوج مرافقين عرف الدرك على واحد كما تيقول المثل. ديما في الدار كتلقى واحد كنقولوا حنا حار ولا ما كيعزيز عليه نقى عزيز عليه هذا، والاخرين اش كيديروا؟ ويلي راه موجود فلان دبر راسو هو اللي يدير كل شيء، هما جالسين وهالطبله دابا تجي فلانه غادي تشوفها وغادي تجمعها. دونك يعني هذاك رجع عنده اللي غيقضي ليه الغرض بلاصتو. بغيت نرجع هي بداك اللي قلنا ديال العقل، مثلا داك اللي كيأجل اخذوا في التلامذ دابا كيدو غيدوزوا الباك وبلاتي تيقرب الامتحان وبلاتي تيقرب الامتحان، لا انا خصني تكون عندي لا بريسيون، الا ما كانش عندي لا بريسيون ما نبريباريش ما نقدرش نراجع، خصني ملي يقرب ديك الساعه. هادو قال اي انسان فينا هيك يبدا يلقى التبرير ولا كيعقل واحد الكومبورتمون خصو يرد البال بانه راه كيمشي اتجاه خطا. لان مثلا كيجي تيقول لك انايا ما كنعطي المنتوج حتى كنكون يعني ما قال لي انا ما كنعطي الريحه حتى كنضحك بحال الكامون كما تيقول، ولا لا 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 حد هاد الخدمه انا دابا عرفتي شنو خصني تنكون ناشط شويه باش نديرها، ولا عاوتاني تيقول لك وعرفتي اش غدير وانا راه عييت ما نقرا ولكن هاد الشيء اللي عجب الله ما كندير لا مجهود لا والو، ولا راه منين كنتسنى لواحد الوقت هذاك هو اللي كنخدم فيه مزيان حتى كيدخل الجو ولا كتشق لي ولا دابا ما عنديش الكانه ولا شي حاجه. هادو كيعطي واحد العقلانه، وهذيك العقلانه بحال كتقنعوا بانه على صواب. خص الانسان يرد البال يتصنت لذاته، لان مثلا ملي كتقول واحد مثلا جا عندك واحد السيد قال لك يلا بريباري راه عندنا امتحان، حتى صاحبي باقي الحال خلينا نتفرجوا في كوره ولا شي حاجه. منين تقول ديك الكلمه شنو هو الاحساس اللي جاك معاها؟ واش فعلا هذاك الشيء اللي كتحس به بان فعلا راه ما عندك يمكن لك تصبر تيقرب الامتحان، ولا لا راه حيت ما فيك ما تمشي ولا دخلتي في هذا البروكراستيناسيون اللي قلنا. كاين بعض الناس اللي مرتاحين في هذه القضيه كيلقاوها مسلكه هذا الوقت هذا، تيلقاوها مسلكه ومرتاحين. علاش؟ شنو كيدير؟ كيدير داك الشيء اللي قال ليه راسو، الشيء الاخر ما شغلوش. انا كنلاحظوها في العمال ديالنا، كاين اللي كيجي كيخدم دواسا ويمشي عجبك كيقول لي شنو هذا راه هاد الناس كيتسناو هاد السيناتير، ما انا غنطير وتا غدا ولا تا نهار اثنين ما كاينش هو في هذا العالم. وكاين اللي كيقول لها مسكين هاد الناس راه واقفين عليها وهذا وطاطا كيحس كيحط براسو ربما في بلاصه الناس كيقول لك شنو مالو غيطير كاع ماشي شغلنا حنا ما كاين زعما ما هي اللي كانت كتهمو هو ذاته اي يمشي فيها، ما كانش كتهمو هو ما عنده ما عنده كما تنقولوا حنا ما عنده ما يدير بها. وكاين اللي ديما عندك ندير هذه عندك نخطا فيها عندك هذه ديما عنده واحد الخوف، وهذاك حيت وهذا هو اللي كيخلق الناس مشكل، عنده واحد تقدير الذات ناقص بزاف، اي قرار بغى ياخذه كتلقى فيه واحد الاشكال كبير. ناخذ مثلا هي ناخذ المثل العادي، واحد السيد بغى يرتبط بالزواج ولا شي حاجه، واش كتعرف شي بنت الله يخليك واش كتعرف شي بنت الناس وصافي راه انت خص تاخذ القرار ديالك، لا وراه خصني الناس نتشاور هذه ونشور احسن، كيبدا يعلل وكيعقل. نعم مازال نتفصلوا في هذا الموضوع ديال العقلانه، الناس اللي كيعقلنا دائما دوك الترددات ديالهم وكيخليوها هي الشماعه اللي كيعلقوا عليها الفشل اللي كيوقع من بعد ما غنسمعوا. رجعنا من جديد وكنرحبوا بكل المستمعين والمستمعات ومشيو نكملوا موضوعنا. رفقه الدكتور محي يوسف اخصائي في الطب النفسي، كنجدد بك ترحب مرحبا. شكرا بارك الله. باش ما يكونش تردد كنتكلموا على الناس اللي كيعلقننوا تعقلون في الترددات ديالهم وكيلقاو دائما تبريرات، وكيف كنسميها دائما هي الشماعه اللي كنعلقوا عليها بعد الاخطاء ديالنا. ولكن نحرموا كلمات ديال المستمعين والمستمعات. سعاد من الدار البيضاء، سعاد السلام عليكم. السلام عليكم اخت جميله. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. شكرا على البرنامج. شكرا دكتور. شكرا لك. الله يخليك. انا كنعاني من هذه المساله ديال التردد بزاف، يعني سيرتو في الاشياء اللي كتعلق بيا انايا، يعني بحال دابا باغا نمشي نشري شي حاجه، باغا نمشي للصالون، باغا ناخذ شي حوايج مثلا باغاهم يعني، ولكن ما كنلقاش اعذار، ما كان بالعكس انا كنلوم راسي، يعني دائما كنقول علاش 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 ما درتش هادي علاش ما درتش هادي. باغ كونت خطا شي حاجه ديال الاولاد ديالي مثلا الطبيب مثلا مدرسه، يعني هذيك ما كنتناقش معاه بدون يعني في الوقت ديالها بدون تردد. بدون تردد. ومساله اخرى بغيت نسول الدكتور، واش هاد المساله فيها الوراثه؟ لان كنلاحظ الوالده ديالي تقريبا نفس هذا، وحتى الولد ديالي مثلا كيف ما قال الدكتور بحال كيكون جالس معنا، نوضه ولدي تقرا واخا ماما بلاتي شويه، نوضه ولدي تسخر واخا ماما تبني لدرجه ولا لا لا الدراري كلهم دايرينك.
الدرجة ولا كيقول لي حتى الغدا حتى الغدا هذا لو مو ديال الغدا ولا عنده لاصق لي فمو ماما حتى الغدا حتى الغدا ماما حتى الغدا حتى الغدا هي المسألة. وواحد النقطة أخرى لا ربما شوية بعيدة على الموضوع مني يعني عندها واحد النتيجة ديالها أنه مؤخرا ولا كيقول لي ماما أنا مابقيتش باغي نقرب بغيت نمشي نخدم واش ممكن تقلبي لي على شي خدمة؟ شحال عنده منعم شحال عنده منعم؟ أختي 8 سنين ونص يعني ولات شوية الإرهاق في المدرسة مع شوية ديال الامتحانات وهذا ومؤخرا صافي ولا وبربطني في هذه المسألة كيقول زعما الخدمة ما فيهاش الإرهاق راه فيها الدوبل على التريبل جوستومون لدرجة أنا وليت كنفكر واش نقلب على شي سيد اللي هذا وندخلو نعطيه لي غير كامتحان ما عرفتش واش يطيق ولا لا زعما صراحة كان العطلة 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 دي عند نجار سيكليس باش يتعلم باللي راه الخدمة راه فيها واحد واحد السؤال أستاذ الأخت سعاد انت من قلتي ملي كتعلق الامور بالابناء ديالك ما كاينش تردد يعني تردد بالنسبه لك انت انك يمكن تسمحي فشي حاجه واخا انت بغيتيها هي هذا المقصود هذا اللي بغيت نفهم ياك داكور شكرا اذا مشكوره سعاد نحرك هذيك مكالمات ام ياسين من مراكش السلام عليكم ام ياسين وي هذيك السلام ورحمه الله السلام تفضلي لاله وعليكم السلام دايره الاخت جميله لاباس عليك لاباس ربي يحفظك تفضلي كنسلم على الدكتور وكنشكركم على هذا البرنامج ديال شاد اف ام مرحبا والله يجازيك بخير بغيت نسول على الانسان اللي كيتردد في اتخاذ القرارات المصيريه مثلا الانسان مسؤول على اسره وخدمتها وعنده وليدات وداك الشيء كيتردد في ايجاد الشغل المناسب ليه بحجه انه هذا ما كيصلحش هذا ما كيوالنيش هذا ما كيشرفنيش وهكذا وكتبقى المسائل اللي هي محبوسه وراهي قرارات داك الشخص اللي هو مسؤول على ذاك الاسره هادي ما عرف شنو الحل وشنو شنو باش تنصح هذا الانسان الله يخليك بالنسبه لبنتي عندي هي كتردد مثلا بالنسبه للدراسه ديالها واش نحفظ هادي واش نطبق هادي واش ندير هادي واش نفعل هادي كتكون في اخر اليوم ما دارت حتى شي انجاز وكتحسبها تصابت بالاحباط ولا بشيء من هكا الفتور في الطاقه ديالها وداك الشيء وما عرفتش كيفاش نتصرف في المساله واحد السؤال الاخت ام ياسين على حسب الحاله الاولى اللي قلتي واش هذا السيد كبير زعما عنده كبير في السن الشخص كان مثلا كيعمل وداك الشيء فاذا به ما بقاش كيعمل واحد العمل كان سابقا وخصو داك ما كيديرش مخدرات لا ما كيدير لا مخدرات لا والو انسان مستقيم ولكن كبير في السن داك انما غير المساله كتحتم عليه انه يوجد عمل اخر هي ولا بدا مصدر الرزق باش يكون عنده مصدر الرزق نعم مازالين معكم في التواصل على 0522 36 10 36 نجاوبوا على ناخذ ام ريان بعد من مراكش ام ريان السلام عليكم وعليكم السلام اختي جميله مرحبا تفضلي لاباس عليك اختي انا سعيده بزاف حنت كنت معاك وسمع صوتك رائع شكرا بزاف لكم والدكتور اللي معاك نعم والله اللي كنتصاب بالخجل يعني عليك وكنحماق على الصوت ديالك كنشكركم بزاف الله يبارك فيك انا بغيت نسول الدكتور بالنسبه لي انا كنتردد بزاف حتى التليفون دابا داز الخط وكنتردد واش نكمل باش نهضر ولا ما نهضرش ولكن شجاعه منك انك كملتي كنتردد بزاف حتى كنحس بالقلب ديالي كيتخنق عليا داك التردد قوة التردد فيا بزاف الحاجة بسيطة كنتردد واش تردد ولا خوف؟ ما فهمتش واش تردد ولا خوف كيما قلتي ما عرفتش هذاك الشيء ملي تخفت انا النفس ديالي كضيق عليا كتجيك ضيق دقات القلب وجهك كيسخن صافي قلبي كيضرب كنبغي نسكت داك نعم اذا هذا هو السؤال ديالك ام ريان الله يحفظ لك ريان من مراكش ونجاوبوا عجبكم الاطراء ياك اش قال لك اخجلتم تواضعا اللهم لك الحمد اللهم حبب فينا الخلق ديالو اذا نتكلموا على اخت سعاد ما نقدرش نقول تردد لانها قالت واحد المساله مهمه انها كما تنقولوا حنايا دايره واحد ان بحال كنقولوا حنا تتسامح في راسها هذا ماشي تردد قالت لان درت واحد المقارنه مهمه ما بين الاولاد وراسها فوالا كاين الناس اللي كما تنقول لك انا هنا هذا واحد الاشكال عاوتاني شويه هضرت عليه شحال من خطره هو كاين بعض الامهات كيفرقوا ما بين الواجب والتضحيه نعم الواجب واجب والتضحيه تضحيه دونك خصنا من هذا المنبر كنقول الامهات قوموا بالواجب ديالكم
وكما تضحيوش. شحال من وحده كتجيها في شي شكل تقول لها ما تضحيش، تضحيش هي انك كتمحي راسك. نعم. راه ما يمكن لك تكوني ام قاده تتهلاي في راسك باش ولادك يبقاو مقادين، ما يمكنش وحده ما مقاداش تهلا في ناس لانك ياخذوها قدوه من بعيد. وكد في الاخر ملي كيكبروا ما كيهضروش معاها تيقول لها وانا حيدت من كرشي وعطيتهم وانا كذا وكذا وكذا، كيبقاو يدخل. دونك هنايا هذه خصات هادو الاحتياجات ديالها هي الاولانيين باش يمكن لا تكون الاحتياجات ديال الاخر. هي كيقول لك انا مع الدراري كنكون يعني ما كنترددش ولكن بحال كنقول لا نسمح في راسي ونخليها لاولادي. لا شويه الله وشويه العبدو كما تنقول. بالنسبه لام ياسين كاين واحد الناس عندهم واحد الاشكال وهذا اجي نتكلموا بعدا على سعاد على الوليد ديالها 8 سنوات. لا شوف كاين بعد عاوتاني خصنا نكونوا معقولين شويه. 8 سنوات بعض المدارس وبعض بعض الاباء كيبقاو دوفوار واش تدير كاين اللي كيزيد السوايع في الابتدائي. انا ما عمرني سمعت السوايع يعني راه الدري كيترهق. هي واحد القضيه ها هي انا داك محفظه هذاك خصو قال لي خصك تشري لي الادوات تجيب واحد يهز لي محفظه. بالنسبه كما قال لي خصني نخدم. هي بزاف الناس كيقول لك بالفرنسويه لي ميتي لو بلو فاسيل سي لي ميتي كون جامي في. بزاف الناس كيقول لك هذاك السيد ما كيدير والو، هذوك علاش من خدمه كيدير هذا. تنقول له سير جلس واحد النهار وجلس ودير خدمته 24 ساعه وجي تشوف اشني نوع الخدمه. دونك بالنسبه لي هاد الدري يمكن راه الخدمه جالس في الحانوت مثلا ولا في شي محل راه ما كيدير والو كيبدا يخرج، لان اكثريه الناس ملي كيسالي العمل كيجي للدار هذا كيقرا ويجي للدار يخرج لي. ولا ربما كيشوف الوالدين ديالو مثلا الا كانوا كيخدموا كيشوفهم انهم مشاو مثلا الخدمه الصباح والخدمه في العشيه وجاو وجلسوا كيتفرجوا في التلفازه. هو خصو الكتوبه خصو يقرا اجي يدير اجي يفعل اجي يترك. حتى لان ما ننساوش بان راه في واحد السن راه كاين واحد ماشي يعني ماشي القرايه خاصها تشد 100% ديال الحش. خص الدري يكون عنده ان بليزير في القرايه. حنا كنشحنوه حنا ما كنعلموه موش حنا كنشحنوا خاص تكون المتعه مع القرايه. بالنسبه للام ياسين كاين بعض الناس فعلا اللي قلت لنا قبينا على العقلانه. هاد الخدمه ما عجبانيش وي اللي صاحبي انا كنت كنشد كذا وكذا ودابا غنخدم بهذه. لا هذاك وانا نمشي عند بروش بدا يغوت عليا يحكم فيا زعما هو الباترون ديالو وانا اش كنت كندير انا كنت كندير كذا وكذا وكيبقى. دونك هذاك كيعقلن هو ما قادش يخدم مثلا ولا كيبدا يعقلن. دونك كيعطيك حجاج وانت كتقول لي اسيدي انت راه في واحد المرحله ديال انك عندك مسؤول خصك تقوم بالواجب ديالك باش ما كان كيما اي خدمه تيبدا يعقلن لانه ما قالش يديرها. بالنسبه للام ريان، ام ريان ماشي عندها تردد، هذه واحد الحاله انت كتجهد بحال ذاك النوبات ديال الهلع اللي كتخليها كتفقد شويه الثقه في راسها واش ندير هذه ولا ما نديرش هذه. وحتى البنت ديالها اللي عندها تردد في الدراسه ربما لا هذاك ماشي وريات هذاك حتى موديل كما تنقولوا. كتشوف واحد السيده اش كيدير بحال الوسواس القهري. اكثر كتلقى البنت اللي فيها الوسواس القهري كانت ما شويه عاوتاني عزيز عليها النقا ولا شحال حتى موديل هذاك في شويه ديال لا جينيتيك ولكن سي بلوتو ان موديل. اذا مشكور دكتور محي يوسف اخصائي في الطب النفسي، ما سخيناش بك وان شاء الله كنكون تمنى تكون الاجابات ديالك شافيه واللقاء كيتجدد بك ان شاء الله الخميس المقبل في موضوع اخر او في تتمه ربما. اذا كيف قلت لكم فكاين وصفه السعاده اللي يمكن تفوزوا من خلالها بسلسله وقلب من الذهب من خلال بعدكم واحد الوصفه اللي كيكون داخل فيها الدقيق على الاس ام اس 5566 ثمن رساله الواحده 6 درهم تي تي سي او على الفيسبوك اسره سيغ شاد اف ام وكذلك على الواتساب او المجيب الالي للرقم ديالو 06 19 44 44 37. وما تنساوش في هذا الشيء الاسم ديالكم والهاتف. بالاضافه انكم في اخر الحلقه اليوم غتفوزوا معنا كذلك بمنتوجات ناتوري سوا من خلال بعثكم ناتوري سوا على الاس ام اس 55 66 ثمن رساله الواحده 6 درهم تي تي سي. وحد سعيد وموفق ان شاء الله للجميع. اما